انت مع الثقافه في غير العاده وعن نظيف في الاكتواليتي في الاحداث اللي موجوده الثقافيه الموجوده توا هو حدث ثقافي حبينا نثمنوه ونسلطوا اضواء عليه لان كما قلنا في هذا الفضاء نحن مفتوح لكم مشاهدينا والكل مبدعينا والكل زاد زملائنا هو اعلامي واللي يعرف في الحق الاعلامي يعرف نشاطه الكبير ويعرف انه ناشط جدا الاعلام يحب برشا الاعلام نقدم من غير ما نطولوا اكثر زميلنا هو اعلامي يعطي الصحه عنده برشا مبادرات وبرشا افكار كمال عويج وهو زاد مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير هذه مبادره حلوه وفكره حلوه ومشيت حتى تحولت الجزائر مؤخرا وقعدت تنشط في هذا الموضوع موضوع الفيلم القصير مرحبا بك مي عايشك عفيفة عسلامة وعسلامة كل مشاهدين قناة سيتونا الفضائية مرحبا بكم في أينما كانوا في تونس ولا في خارج يعيشك سامحوني على الكحة هذه هذه هو المباشر ما جينا حاجات هكا ما نتحكموش فيها كمان بالنسبة لي موضوع المهرجان البانوراما الفيلم القصير هذا اللي اخترته موجود في مجاز الباب عنا لافيش تو ناخذوها كان ممكن مع هيفا من بعد وعنا زاد البوندانونس تو نشوفوها معناها هذا هذا مهرجان حلو فكره مزيانه برشا تشجع الشباب يهتموا بالسينما سينما خاصه الفيلم القصير هذا اصبح برشا شباب يهتموا به سامحوني خذ راحتك ايوا تفضل البرنامج هذا المهرجان الجديد اللي فيه برشا ابعاد من جهه من بعد ثقافي وايضا كما قلت هو يعطي معناها المجال ويفتح المجال للشباب باش المبدع باش يعبر ويقدم على كل حال شكرا لك على الاستضافه عفيفة مرحبا كل مشاهدي قناه سيتونا شكرا لله مهرجان بانوراما الفيلم القصير بديتو عام ناول في الدوره الاولى الدوره الاولى يومين 3 و4 ديسمبر عملناه في تونس في تونس العاصمه السنه اخترنا مجلس الباب سيختارنا مشي سبيب باش ننتقلوا شوية. أنت صاحب الفكرة؟ أنا صاحب الفكرة، صاحب المدير المهرجان بانوراما الفيلم القصير. أنت صاحب الفكرة ومدير المهرجان. أنا صاحب. علاش الفكرة ذي بانوراما الفيلم القصير؟ هي كما تعرف عفيفة اللي أنا قريت سينما. قريت سينما مشي للسينما وعملت إخراج إخراج سينما إلى آخره ذلك. قلت خليني علاش ليه ما نعملش فكرة نعمل بانوراما الفيلم القصير مهرجان. اول مره عملت نهار الاول معناتها الدوره الاولى عملتها يومين 3 و4 ديسمبر مباشره بعد اي مقدرات سينمائيه واي مقدرات مسرحيه قلت علاش ليه ما نعملوش احتفال مستمر في تونس قلنا علاش ليه ما نعملوش سينما في تونس نعمل مهرجان بانوراما فيلم قصير عملت يومين 3 و4 ديسمبر نهار الاول عملت افلام قصيره ونهار الثاني عملت دي ميني دوكيومونتير شو فيزا فيزا تبركل برشا مشاركين شو لبي ومشاركه معنا في البانوراما اعطينا بعجاله الوقت يزربوا عنا ان شاء الله باش نرفعوا الاذان كمال في انتظار من بعد المهرجان ان شاء الله تو ناخذوا فكره على المهرجان اكثر واوسع اعطينا وقت ايش باش اللي يحب يلتحق بك بعجاله المهرجان المهرجان باش يكون يوم نهار الجمعة، نهار الجمعة هذه 28 جويلية 2017 بتاع ثقافة بقاسم شابي بالمجلس الباب على الساعة 10 صباحا. في 10 أفلام قصيرة ومن بينهم فيلم من الجزائر. باهي تعطينا ملف بعجلة وباش نختموا كما قلت قبل الأذان وقتاش إن شاء الله نلقاو هذا المهرجان في مجلس الباب وين إن شاء الله. كما قلت قبيلة عفيفة انه المهرجان باش يقام في المجلس الباب اخترت المجلس الباب على خاطر المجلس الباب معناتها باش قاعد سينما قلنا علاش ليه ما نعملوش فكرة تنقل بين تونس الى الجهات قلنا علاش ليه ما نعملوش مهرجان بانوراما فيلم قصير في المجلس الباب في 10 افلام قصيرة معناتها 9 افلام تونسية سوس افلام وثائقية وايضا فيلم جزائري بينهم فيلم من عملوه ولاد مجلس الباب مهوبين في السينما محطوط في البروجرام في الفيلم
وقلنا علاش لا في المسلسل الباب، علاش ما نختاروش اولاد مواهب مواهب المحترفين يحضروا في المسلسل، يعني يتفرجوا في الفيلم تاعهم هما وكل شيء. معناتها هي 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 بصفه عامه، معناتها هي مش بروكرامية تاع مسلسل الباب، اما عملناها في الاخر على خاطر باش نعملها مفاجاه لاولاد المسلسل الباب. واضح. هو كما قلت نهار الجمعه 28 جويليه 2017 على الساعه 10 صباحا بتاعت ثقافه ابو قاسم من شبي بالمسلسل الباب. للمزيد من المعلومات ليش يتواصلوا على الفيسبوك ولا على الموقع على الانترنت. السيت ويب تاعنا هو www.pcctunisie.org ولا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/pcctunisie. هذا مؤسس مواقع اللي يسمو يتواصلوا ويشوفوا اخر الاخبار والتواصل معنا. وكما تعرف حفيفه اللي انا قد نبدا من توا الثلاثيه ميتيسيون، معناتها الدوره الثالثه قد في نعمل كونتيتاتيغ للدوره الثالثه. اللي يحب اللي عندهم افلام قصيره سواء محترفين ولا هوات ليشوا يشاركوا معنا. شو حبيت نقول اللي هي شيء عم ناول مخرجين محترفين شفتهم يكونوا ثيوف اللي هما انيس الاسود، المخرج انيس الاسود، وايضا المخرج منير بعزيز. هذا ما ثيوف كانوا في الدوره الاولى من مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدوره الاولى، والدوره الثانيه هذه نخلي مفاجآت ان شاء الله وكل شيء. مرحبا بها احباء السينما ان شاء الله كمان. دعوه مفتوحه للمشاهدين قناه سيتونا يجيو، مرحبا بكم مرحبا لكم انتم تجيو تواكبوا ان شاء الله. وان شاء الله بعد بانوراما نمشي نحضر نعطيكم رأي وكل شيء معناتها ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كمان، بالتوفيق ان شاء الله لهال التظاهره هذه الفتيه الشابه الحلوه اللي نشجعوها ونثمنوها ونشجعوا كل التظاهرات هذيك. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح والتألق دائما. مواصلين معكم من المشاهدين، خلينا ناخذ البوندا دوس نتاع شنو رايك نتاع التظاهره هذه، نودعوك بكل محبه كما استقبلناك. شكرا لك. التوب عماد.